هو اللقب الأغلى أخذ قيمته من اسمه كأس رئيس الدولة حفظه الله. دائما ما كان مطلبا من قبل جماهير الأندية الكبيرة، وبذات الوقت كان بمثابة الحلم بالنسبة لباقي الأندية. اليوم تعرفنا على أطراف المربع الذهبي لهذه النسخة الاستثنائية، حيث سبق لهم جميعا تذوق فرحة الفوز بهذه الكأس، وهم الأدرى بقيمة هذا الإنجاز. لذا تعود الأماني وتتجدد الأحلام من أجل الظفر بلقب جديد يضاف إلى خزائن إحدى تلك الأندية. شباب الأهلي لتعزيز مكانك الأكثر تتويجا بها، والشارقة لإعادة لقب غاب لسنوات. أما بنياز فيبحث عن التتويج بها للمرة الثانية في تاريخه، والنصر يعي جيدا أنه سيعيد هيبته على مستوى الكرة الإماراتية إذا ما استطاع خطف اللقب. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ويسعدني الترحيب بضيوف حلقة الليلة، كل من الكابتن أحمد خليفة حماد وكذلك جمال بوهندي والكابتن بخيت سعد. رحب بكم من جديد كابتن أحمد، حياك الله ونرحب فيك ونبارك لك كذلك الفوز والتأهل في بطولة كأس رئيس الدولة. مبارك لجميع المتأهلين، مبارك لكل
الأربع الفرسان الأربعة فرسان المربع مبارك متأهل، وإن شاء الله نتمنى نشوف بطولة مثيرة في نهاية الشهر بإذن الله. كابتن بخيت سعد حياك الله. حياك حياك الله أبو سلطان، ما باركت له، ما لحقت أنا، ما أعطاني فرصة حتى بارك لك. بارك لي عشو ولا يمكن أنا ها بارك لجميع المتأهلين. فعلا بارك للجميع، مبارك لك وللجميع كابتن بخيت. أبو خالد حياك الله. مساك الله بخير أبو سلطان، الله يسلمك. بارك لبعض منو؟ أبو خالد. أبو خالد أمس، أبو خالد أمس فريقه فاز عنده فريق ثاني بعد، عنده أكثر عن فريق متأهل وفريق غير متأهل. إذن البداية مشاهدينا ستكون مع تأهل الفرسان إلى الدور المقبل بعد تخطي عقبة الإمارات، لننتقل بعدها إلى المواجهة الأخيرة في دور ربع النهائي والتي جمعت النصر وعجمان لتكون ختام الحلقة مع حظوظ كل فريق في المربع الذهبي لأغلى البطولات. ردت الفعل التي انتظرها مهدي علي من لاعبيه حضرت، شباب الأهلي خرج منتصرا بعد مواجهة صعبة أمام الإمارات مالت كفتها في النهائي لصالح الفرسان بواقع هدفين دون رد. في دانة الدنيا أجمل شتاء في العالم يحضر لنا العديد من الإثارة والمتعة في الرياضة أيضا، وفي كرة القدم أغلى البطولات دخلنا أمسية دورها الربع النهائي الثانية والتي جهزت لنا مواجهات متوازنة قبل بدايتها كبيرة بعد انطلاقتها. استاد راشد احتضن مواجهة الفرسان بالصقور، من يعبر لمواجهة السماوي في الدور القادم، مباراة عادية جدا في دقائقها العشرين الأولى. رغم أن تومي توبار كان قريبا من تدوين المفاجأة لكن بشكل غريب وضع الكرة خارج الملعب، حتى هذه الدقائق لم يظهر لنا أن أبناء رأس الخيمة يلعبون في دور الدرجة الأولى، والفرسان من المرشحين لنيل لقب دور المحترفين. مهدي يحاول قراءة الخصم، جورجيكا يغلق مناطقه. على سبيل المثال الدقيقة 33 الكرة تمت في منطقة الضيوف لأكثر من 25 ثانية. الأهلاوية حاولوا كسر شفرة الدفاعات الخلفية للخيماوية. الحل الفردي هو المحور الأهم للفرسان. محمد جمعة يمر ويسدد في سقف المرمى ويعلن عن تقدم المستضيف وكسر عناد دفاعات الصقور. ورغم انتهاء فصول القسم الأول إلا أن الحكم أحمد عيسى يأتي ويشهر البطاقة الصفراء في وجه عبد العزيز هيكل نظير الاحتجاج. هل يعود الإمارات في الشوط الثاني؟ ربما هو التساؤل الأول الذي حير الجميع. 15 دقيقة فقط والصقور كانوا على الموعد. حسن أمين يحول الهجمة المرتدة للضيوف إلى هدف. مراجعة للفار استمرت لأكثر من 3 دقائق والقرار يأتي من أحمد عيسى بإلغاء الهدف. بعدها الإمارات حاول وفرسان فزع، هم أيضا استغلوا الفراغات. إيغور جيسوس الموهبة الصاعدة أتى من بعيد والتف على دفاعات الضيوف مسجلا هدف التعزيز الثاني. إيغور جيسوس داكروز بهذا الهدف رفع عداد أهدافه مع الفريق إلى 13 هدفا من أصل 14 مباراة في جميع البطولات، ليكون أكثر لاعب يسجل في بطولاتنا المحلية في هذا الموسم حتى الآن. الصقور حاولوا وقدموا مباراة ترتقي لمستوى أغلى البطولات، خروج من الباب الأمامية وبأداء مشرف، بينما شباب أهل دبي يضرب موعدا مع بانياس في قمة منتظرة في نصف نهائي أغلى بطولة العرش المحلي كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. إذن نعود إليكم مشاهدين الكرام من جديد وارجع لضيوفي كذلك. أبدأ معك أبو خليفة واتكلم عن مباراة شباب الأهلي والإمارات. دائما نقول في مباريات الكأس يعني بعيد عن الأداء بعيد عن المستوى، الأهم أنك أنت تفوز في مثل هذه المباريات وتتأهل، وهذا أتوقع اللي اليوم مشى فيه شباب الأهلي في هذه المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم.
شوف اخوي ابو سلطان، قبل المباراه كانت الضغوط يمكن الاهلي اكثر عن الامارات بحكم ان فريق من المحترفين مع فريق من الدرجه الاولى، فكان يعني المنطق يقول ان اي فريق من المحترفين المفروض يغلب اي فريق من الدرجه الاولى. صحيح. وعلى هاي اساس احنا لاحظنا ان نادي فريق الامارات دخل متحفظ، وكان لعبه يميل الى يعني الدفاع اكثر من الهجوم، وطبعا سكر مناطقه بشكل يعني ممتاز، وجوجيكا قدر ان يعني يحمي مرماه من جميع الجهات يعني من العمق ومن الاطراف. في نفس الوقت اللي كانت انطلاقات الامارات خطره، واستغل الحاله السيئه لدفاع الاهلي اللي يعني مستمره من المباريات الاخيره، وخاصه في وسط المدافعين. لو لاحظت انت يمكن الامارات ما كان يلعب على الاطراف كثر ما كان يلعب في وسط الملعب، لان يمكن المباراه الاخيره يمكن جوجي كشاف المباراه الاخيره اللي الفريق استقبل 3 أهداف كلها من العمق وكلها بنفس الطريقه. فكان ممكن ان الامارات يعني يسكر مناطقه، وكان ممكن يسجل هدف، كان ظهر بمستوى ممتاز جدا، مستوى يعني اذا كان الفريق بالشكل هذا في كل مبارياته في الدرجه الاولى، فعمليه الصعود مساله وقت. نعم. لا اكثر، يعني يمكن من يعني انه يصعد حتى قبل نهايه الدوري. نعم. يعني لان مستواه اعتقد مستوى عالي جدا من الناحيه الفنيه كلاعبين وكمدرب، خطط وتطبيق خطط. في نفس الوقت يمكن الكابتن مهدي يتوقع هذا الاسلوب من الامارات، بالاساس لعب باثنين اجنحه مهاريين، حمادي وبيلي اللي البارحة بثاني يعني اللي كان يطالب كذلك بوجوده. وفعلا يعني لاعب مميز، لاعب مميز بخليفة. نعم لاعب مميز، لكن لعب بالاطراف هاي يعني صحيح ان الحمادي فتره ما لعب وغايب بعيد عن مستواه، لكن هذا مركزه، ويعني ممكن من زمان احنا ما شفنا حمادي يلعب مباراه كامله، لعب 89 دقيقه تقريبا، يعني في اخر دقيقه تم استبداله ولعب بيلي، لان هناك كان تكتل، الامارات كان يلعب 5 مدافعين. نعم. يلعب تكتل كبير، وكانت رقابه على ايغور راس الحربه المقيم، الولد المقيم، ف يعني ما شفنا كرات كثيره على مرمى الامارات من الاهلي. يمكن هذا الطريقه اللي لعبها الكابتن مهدي، انه لعب لاعبين مهاريين، استغل بيلي مهارته الفرديه ولعب واحد على واحد، واستطاع أن يعني يمر ويسجل هدف رائع جميل في نهاية الشوط الأول. بس هذا الهدف فك كل يعني مثل ما تقول ألغاز المباراة في الشوط الثاني، حرر الإمارات، وشفنا الإمارات طلع بشكل أفضل حتى عن من ناحية الهجومية عن الشوط الأول، وصل هدد أكثر عما هدد في الشوط الأول، بس يمكن دائما عنده غياب اللمس الأخيرة، وكان هذا يعني كان في فرصتين في الشوط الاول كان الامارات ممكن يسجل من اهداف، وكان لو سجل اي فرصه من الفرص هاي كانت بتكون المباراه صعبه جدا على الاهلي. نعم. لان الامارات استطاع ان يسجل بنفس الطريقه على كلبه، اتحاد كلبه في دور ال 16 بنفس طريقه الفرصتين اللي في الشوط الاول، واستطاع بعدها حمايه مرماه من اي هدف، استطاع ان يسكر، وكان يسكر بشكل جيد. المباراة في النهاية أعتقد أنها طلعت الأهلي بالذات من سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة. نعم. يمكن آخر 3-4 مباريات ما فاز، اليوم مسألة نفسية مهمة جدا، قبل أن ما يلعب في الدوري المباراة الجاية مع بنياس من الفرق اللي تقدم أداء متطور ومتحسن في الفترة الأخيرة، وأمس تكلمنا عن كثير عن بنياس وعن طريقته وعن لاعبينه وعن مدربه، صراحة اللي يستطيع أن يقرأ الخصم يعني ويقرأ المباراة بشكل جيد ويتعامل مع مجريات المباراة بالأوراق الموجودة عنده. نعم. الأهلي مش في حالته الفنية العالية، مش في حالته يعني حالة يعني نقول في أحسن حالاته، يعاني من كثير من المشاكل الفنية. يمكن الكابتن مهدي اليوم فترة من الفترات سحب 2 الأجانب اللي كان يلعبهم ونزل مكانهم 2 مواطنين، وهذا له معنيين. المعنى الأول أن اللاعبين الأجانب الموجودين عندهم ما يالسين يقدمون الإضافة، وأن اللاعبين المواطنين يعني ممكن يؤدون الأدوار المطلوب منهم. وفي نفس الوقت لما
يعني خرجوا العنصرين الاجانب الاثنين مواطنين، اعتقد ان الفريق مسك الملعب ومسك اللعبه، صار يلعب كوار قصيره ويلعب في منطقه الوسط، واستطاع ان يوصل المباراه الى النهايه. جميل. النهايه خلينا نقول النهايه اللي يبغيها كابتن مهدي. المعنى الثاني انه يبين لك ان كابتن مهدي غير راضي عن اللاعبين الاجانب هذول، لان في وقت يعني في وقت في المباراه خلاص تتجه الى اوقات الاخيره، والمباراه يعني الاهلي في يعني في طريق للفوز، وكان وقتها يمكن نتيجه 1-0 يعني، فان هو غير راضي عنهم، راضي عن المستوى اللي يقدمونه. نعم. فبالتالي يعني استطاعوا العناصر المواطنه الموجودين في الفريق انهم يقدمون اداء، وهذا شيء طيب لهم، يرجع لهم الثقه، يرجع لهم اللي يعني خلينا نقول ما يعني شيء من اللي فاقدينه في الفتره الاخيره، من ان قادرين انهم يفوزون في المباراه، لان احنا شفنا انهم في يعني الفتره الاخيره ان اكثر عن التعادل يا خساره، ما كانوا قادرين ان يوصلون للفوز. وهذا اعتقد ان الفوز هذا من الناحيه المعنويه مهم جدا للفريق، صحيح، وخاصه في هذه البطوله. كابتن بخيت، الامارات رغم الخساره الا انه ادى ولعب، لكن في النهايه اذا نتكلم عن الخبره ونتكلم عن فريق في دوري المحترفين والفرق اللي كان يقابلها كذلك يعني في في في, في الموسم هذا، عطى الافضليه لشباب الاهلي انه يتفوق ويتاهل لنصف النهائي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لفريق شباب الاهلي للفوز والتاهل، ونهارد لك فريق الامارات. طبعا مثل ما تفضل فريق الامارات، يمكن احنا البارح تكلمنا عن فريق الامارات ان له طريقتين في اللعب، يعني في دوري الدرجه الاولى له اسلوب معين، ويومي يجاب الفرق الدوري الممتاز تلاحظ ان فريق الامارات فريق من فرق الدوري الممتاز، تحسب ان الفرق المتطوره جدا، مستوى على يعني مستوى عالي جدا. يمكن مجهود فردي كابتن محمد جمعه بيليه سجل الهدف، ولكن استطاع فريق الامارات ان يجاري فريق شباب الاهلي، استطاع يسجل هدف، ولكن لغى الهدف موضوع تحكيمي او الفار ليكون يعني، ولكن تلاحظ ان فريق الامارات ادى مباراه على مستوى عالي، يعني تحس ان الفريق كانه من مصاف فرق الدرجه المحترفين. فبالتالي طبعا فريق الامارات فريق ناضج جدا، عنده مدرب جوجيكا يمكن على مستوى عالي من الخطط التكتيكيه، ويمكن هو صرح ان هذه المباراه بنلعبها بطريقه معينه، وبالفعل اللي صرح به اداء في الملعب. مثل ما تفضلت فرق الدرجه الدوري المحترفين تختلف من ناحيه الخبره، تختلف من ناحيه الثبات، واذا بتلعب فريق ضد فريق شباب الاهلي اللي موجود عند الكثير من اللعيبه سواء محترفين او مواطنين على مستوى عالي، وغير لعيبه المنتخب اللي موجودين كذلك. لعيبه المنتخب اللي موجودين طبعا، احنا يمكن تكلمنا عن مثلا تواجد بيلي في في في, في يعني كنا نتساءل عن بيلي وعن تواجده، احنا نعرف مستوى بيلي وشفناه يمكن بدايه الدوري وشفناه الدوري السابق انه لاعب له مهارات معينه. عوده بعض اللاعبين ابو ثاني اللي هم فعلا يمتلكون ميزه مثل محمد جمعه بيلي، مثل عوده اسماعيل الحمادي بالضبط، وغيرهم كذلك من اللاعبين، ممكن تعود من جديد الثقه للاعبين فريق شباب الاهلي ويقدمون مستوى افضل عن المستوى اللي نحن نشوفه رغم الفوز. يعني احنا لما نتكلم عن اسماعيل الحمادي لاعب ذو خبره كبيره، لاعب منتخب وطني، عندك محمد جمعه بيلي، عندك احمد خليل مثلا، هذه اللعيبه لو يحصلون الفرصه الكامله ويحصلون التهيئه بالنسبه للبطوله بيكونوا على مستوى عالي، لان عندهم الامكانيات، عندهم المهارات، بامكانهم يعملون الفرق. نعم. يعني انت تلاعب مثلا محمد جمعه او اسماعيل الحمادي اذا كان في جاهزيته احسن من لاعب محترف ما يعطيك المردود ومش موجود اصلا، هو محترف ولكن عنده مشاكل يمكن نفسيه، يمكن عنده مشاكل اصابات في الملعب، يمكن هو يطلع مثلا لنادي ثاني، يمكن جاي انك اصلا مخلص من الاصابات، يمكن عنده الهيستوري ماله كله اصابات فتره من الفترات. فبالتالي انا العب باللاعب اللي بيفيدني. ففي بعض الانديه عندهم مشكله يعني ما عندهم الثقافه اللي هي يا اخي انا كمدرب مو بلازم انا اللاعب المحترف اني لاعبه كونه محترف،
ممكن هو يكون مستوى نازل، ممكن عنده مشكلة كبيرة، يمكن عنده إصابة، فأنا ما أغصبه غصب إن أساس إن أنا دافع في فلوس لازم إنه يلعب. أحيانًا تكون عنده إصابة كبيرة في بعض الأندية مع الأسف يعني يمكن الجون لأمور ثانية مثل الكورتيزون إبر غير على أساس إن اللاعب يلعب في الآخر يتدمر اللاعب. يعني يدمر اللاعب وأنت تفقده في في المباراة. في المباراة هذه والمباراة الجاية هي اللي أقوى. أنت لو تخليه تعالج على مستوى على فترة طويلة على أساس إنه يكون هو جاهز لك 100% افضل انك مثلا الزجبة في مباراه جميل وحده وعقب تفقد على اللعبه. جميل، انا برجع لكم من جديد للحديث اكثر عن كذلك شباب الاهلي والامارات، لكن بنسير نشوف اللقاءات ما بعد المباراه وان شاء الله نرجع لكم من جديد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن احنا خصوصا كلاعبين والمدرب كابتن مهدي تعهد ان نغير الصوره اللي طلعنا فيها المباراه اللي فاتت، وكنا يعني نفس ما تقول اهم شيء ان نلعب ان ما يدخل علينا جول في المباراه. الحمد لله قدرنا نحقق هالشيء وقدرنا نسجل هدفين، وان شاء الله راح تشوفون شباب الاهلي في المباراه القادمه ايضا غير ان شاء الله. الحمد لله على كل حال قدمنا مباراه كبيره وخسرنا 2، بس حاليا تفكيرنا في الدوري تحت ان شاء الله، نفكر بالصعود والمباراة هاي عدت. نادي الإمارات كان صراحة كانت البطولة بكل صراحة أنا أكلمك يعني، ولكن الحمد لله ربع قدر الله ما شاء فعل. شوف كابتن دائما شوف طبعا كابتن كل مباراة لها طبيعتها الخاصة والكؤوس مباريات خاصة يعني اليوم، لكن اليوم أنت مثل ما شفت اليوم يعني صراحة البار كان سبب من أسباب خروجنا اليوم يعني. كل التقدير، انا ما اتكلم واقول اخوي حكم، لا انا اقول البار اليوم ما انصفنا، البار ما انصفنا ولا يرتقي للدوري الاماراتي. ممكن هذا شيء عادي في كره القدم، لكن انا ابغى اوضح اليوم نحن يعني اذا تشوف الكره مثلا صحيح بلا ضربه جزاء صحيحه ولا جول صحيح وما ينحسب بضيقه يعني. اليوم نحن نحاول نقدم مش المستوى، ندور الصعود. كانت عندنا سلسلة تعادلات وهزايم، حاولنا اليوم أن نقدم على الأقل الصعود هذا للجمهور. إن شاء الله في الفترة القادمة راح نقدم مستوى أفضل وأفضل. شوف فريق الأهلي فريق كبير يعني في النهاية، شباب الأهلي فريق كبير يعني في النهاية، ما نقدر نقلل من شان الفريق، لكن يمر في ظروف. اليوم نفس ما شفت في الشوط الأول كان يمكن الفريق شوية مهزوز، حتى الإمارات قدر يضغط على الفريق، لكن في الشوط الثاني نفس ما قلت دخل الفريق بأريحية وقدر يقدم مستوى ويقدم نتيجة يعني. سعيد جدا بأداء الفريق خصوصا في الشوط الثاني، عرفنا كيف نتعامل مع المباراة بعكس المباراة اللي طافت. فوز جدا مهم وكان الفريق محتاج لنا لإعادة الثقة للعيبة مرة ثانية، والحمد لله تكون بداية خير للفريق وبداية طيبة في المباراة الجاية إن شاء الله. أعتقد بالنسبة للدوري المنافسة بالنسبة لنا شوي منافسة صعبة، ولكن مش مستحيلة. احنا المطلوب منا حاليا الفترة اللي طافت الفترة القادمة ان احنا نجهز الفريق ونحاول نلعب مباراة بمباراة ونفوز في كل مباراة على اساس انه يرجع الفريق في سكة الانتصارات، وشوي شوي ان شاء الله راح يتعدل وضع الفريق. بالنسبة للدوري مثل ما قلت فارق النقاط وال يعني اعتقد شوية صعبة ولكن مو مستحيل. إذن مشاهدين الكرام نعود إليكم من جديد. أبو خالد أرجع لك وأتكلم عن شباب الأهلي والإمارات وفوز كذلك شباب الأهلي على الإمارات والتأهل لنصف النهائي. شفنا اللقاءات كان في أكثر عن تصريح، لكن في تصريح كذلك لإداري فريق الإمارات بأن الفار أو الحكم ما أنصفهم في هذه المباراة وأن الخسارة قد تكون هي سببها طبعا الفار. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه حالة يمكن حتى الخبراء التحكيميين اختلفوا فيها، وهي حالة هذه أنا أشوف أن حالة يعني ممكن أي واحد لعب كرة قدم مو بشرط يكون حكم أو خبير فني، لأنه محتاجة للرؤية فممكن يأخذ فيها قرار، فهم اختلفوا فيها. فريق نادي الإمارات و50% متفقين أن هذا هدف و50% يقول لك هذه الكرة مو بهدف، والدليل الاختلاف هذا موجود. لكن الوقت الكبير اللي ياخذ الفار في اخر شيء انك تاخذ قرار، يعني ممكن تتاخذ قرار خاطئ لو كنت في اخطاء اللي كنا قبل نسميها خطا حكم اللي هو جزء من الثاني ياخذ قرار.
اليوم لما تاخذ قرار في قرار حكم وفي مساعدين وفي حكم رابع وفي ايضا حكمين او ثلاثه في الفار فهني تكون الكارثه. اتمنى ان ما يكون الهدف صحيح حسب ان ما يكون الامارات مظلوم في هذه المباراه. هذا بالنسبه حق هالجزئيه وما نبغى نتكلم فيها لان هاي يختصون فيها الحكام ولها اهل اختصاص. لكن لما اتحدث اول شيء خلينا نبارك حق الفرق اللي تاهلت للمربع الذهبي من امس لليوم اللي هو للكاس. اليوم المربع الذهبي لبطوله الكاس انحاز للواقع بنفس ترتيب دوري المحترفين الاربعه الكبار موجودين باستثناء الجزيره اللي كان من المنطق ان يكون متواجد وياهم، ولكن من حل مكان الجزيره هنا فريق شباب الاهلي. شباب الاهلي مع مرور الايام واستلام زمام الامور للكابتن مهدي وقوفه على التشكيله الاصلاحات الكثيره راح يكون ايضا في مباراه الكاس في مباراه مع اليوم على الورق. سامحني بس بقاطعك ابو خالد، انا يمكن من بدايه الحلقه اسمع منك ومن كابتن احمد وكابتن بخيت كان شباب الاهلي يحتاج وايد ان يرجع يحتاج. لان انا اسمع هاي كلمه اصلاحات خلل رجوع، وضح لي اكثر. بس اكيد يحتاج. اليوم في رساله مهمه قدمها كابتن مهدي وتطرق لها ابو خليفه اللي هي خروج اللاعب الاجانب الاثنين، دخول الاثنين مواطنين. هاي رساله وجهها كابتن مهدي لاداره النادي انه مو راضي عن اداء اللاعب الاجانب. اشرككم اليوم تكلموا الاخوان عن بيليه. بيليه اليوم ما كان موجود في المباراة السابقة في المباراة الفجيرة، أبدا ما كان موجود لا في الأساسيين ولا في الاحتياط. اليوم اللوائح دخلت بيلي لأنه يلعب مع فريق الإمارات، يمكن من حظ بيلي أن اليوم الفريق يلعب مع الإمارات وفريق شباب الأهلي المفروض يلعب باثنين أجانب. لعب بيلي وشفنا بيلي والموهبة الكبيرة اللي يتمتع فيه. إحنا ما نبغي نتكلم عن لاعب تألق في مباراة، بس بيلي نحن نعرفه، يمكن بخيت يعرفه بشكل يمكن أحسن عنا نحن. لكن أنا بيلي أعرفه بشكل جيد، كان ويانا في المنتخب الأولمبي في المرحلة الأخيرة، لولا إصابته كان واحد من الأساسيين في المنتخب الأولمبي. لكن اليوم بيلي غير الهدف الجميل، هذا الهدف لو نأخذ من جهة اليمين كورنادو سجل نفس الهدف من جهة اليمين، اليوم بيلي من جهة اليسار سجل بنفس الطريقة تقريبا وباستخدام القدم اليسرى. لاعب موهوب المفروض ياخذ فرصته. لذلك الرسالة اللي انا اساند فيها اخواني ان نحن اليوم نختار اللاعب الاجهز، اللاعب الافضل، مو بشرط يكون اجنبي. اذا كان الفريق يحتاج لهذه الاصلاحات، اذا الخلل مش فقط في المدرب السابق. لا شوف، هو خيارات تدخل فيها المدرب السابق. اليوم كابتن مهدي جاي على خيارات سابقة، ومن المنطق ان المدرب يتدخل في اختيارات اللاعب الاجانب، على الاقل يعطي موافقة او عدم. فلذلك الورث الموجود في شباب الاهلي حاليا ثقيل جدا، الابتعاد عن الصدارة ب 14 نقطة بالنسبة للاهلي ما تعودنا. عموما لما نتحدث عن مباراة اليوم انا ارى ان فريق الامارات بالفعل، بنتكلم عن الاهلي او شباب الاهلي، ولكن الامارات اثبت حضوره بالفعل، وبالفعل فريق الامارات وضع فريق النادي الاهلي في الشوط الاول في حرج كبير، استحوذ الاهلي، ولكن الامارات من ناحيه صبر ومن ناحيه تنظيم ومن ناحيه وصول ومن ناحيه خطوره كان افضل من شباب الاهلي. لكن عندما يريد لك القدر انك انت اليوم هدف بيلي هدية من السماء بالنسبة لفريق شباب الأهلي، وخرج من 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 ورطة بالنسبة له، ولا وصول من أول وصول للمرمى بيلي سجل، كان الوصول لفريق الإمارات في الشوط الأول. مع كل الاحترام لفريق شباب الأهلي على الورق وقبل المباراة والمعطيات، رغم كل اللي صار في مباراة الفجيرة أن كل الأمور تصب في مصلحة شباب الأهلي قبل المباراة، لكن السيناريو اللي شفناه عليه الشوط الأول كان فريق الإمارات عنده حضور، وأعلن اليوم بشكل رسمي استكمال مباراة اتحاد كلبة أنه اليوم واحد من فرق دوري المحترفين بالفعل، وهو جاهز لدور المحترفين. اللهم على الإمارات رسالة مني أو نصيحة أنهم يتعاملون مع دوري الهواء بشدة وبقسوة، وما يتعاملون مع مثل ما صار في النتائج الأخيرة تعادل وخسارة، ويطون الصفحة. هذه فريق يستحق لأنه في الموسم الماضي تصدر وبجدارة. لكن لو نعود نتحدث عن شباب الأهلي اليوم، انا اتكلم عن شباب الاهلي انه هو يمثل نخبه من لاعبه المنتخب الوطني. انا بصراحه اليوم لما نتوقع القائمه القادمه للمنتخب الامارات، لو توقعنا منو راح يكون في خط الدفاع بالنسبه لفريق منتخب الامارات؟ اربعه وخمسه من مدافعي فريق نادي الاهلي. اليوم انا الصراحه اعلنها بكل صراحه مع كل احترامي حق الاخوان اللعيبه الموجودين في شباب الاهلي، هبوط غريب بالنسبه للمستوى. نجوم اليوم يلعب عبد العزيز هيكل على اليمين، يوسف جابر يلعب، وليد عباس يلعب، حمدان ايضا واحد من نجوم المنتخب في فتره من الفترات. نعم. ليوسف جابر موجود، هذيل هم قوام المنتخب الوطني بهذا التمركز وبهذه الاخطاء للمباراه الثانيه على التوالي. اليوم تصور لما نقول كره القدم كيف تكون ظالمه في بعض الاحيان في الحكم على سواء المدربين او على الاجهزه الفنيه والاداريه في النادي. تصور اليوم لو خسر، لو اعتبرنا شباب الاهلي منو على راس القياده؟ الكابتن مهدي. تصور لو خسر اليوم كابتن مهدي هذه المباراه بنفس الاخطاء اللي خسر فيها مباراه الفجيره.
راح يكون ردة فعل كبيرة سلبية. اليوم أبو خليفة تحدث أن شباب الأهلي طلع من ورطة، طلع من سوء نتائج فترة الأخيرة. تصور أنت خسران من الفجيرة واليوم تخسر من الإمارات، كل الاحترام لمسمى الناديين الفجيرة واليوم الإمارات لو خسرت منها شو راح يكون مصير الكابتن مهدي، أو شو الروح المعنوية اللي راح تنعكس على الفريق في المباراة القادمة؟ في يوم من الأيام كان الكابتن سامي الجابر يدرب نادي الوحدة وكانت أمور التجديد بالنسبة له مجرد مسألة وقت. خسر مباراة من دبي في الكاس أتذكرها لليوم بضربة جزاء، بعدها تم قرار إقالة الكابتن سامي الجابر لهذه المباراة. لذلك نحن نتعامل بردة الفعل مع نتائج المباريات. فأنا أقول أن اليوم فريق شباب الأهلي هي فرصة لاستعادة التوازن، فرصة لاستعادة هيبة الفريق، فرصة أيضا أن اليوم عندك مباراة مع بنياس مباراة القادمة اللي هي في الدوري، وأيضا راح تكون مباراة الكاس في مباراة شباب الأهلي، فرصة للفريق هذه ولهذه النخبة وللمجموعة أنكم أنتوا تعرضتوا لانتقادات كثيرة من كل الاستديوهات على كل القنوات. صحيح. أنك أنت تعود وخاصة هذه بطولة قصيرة لك أنت كاسم كلاعب ولمدربك ولإدارة النادي. اليوم فريق شباب الأهلي عنده 9 بطولات وهذه البطولة أصبحت هو ملكها، أو هو نحن ما نبغي الشرجاوي يحتجون علينا قلت ملك الكاس الشارجة، لكن هو أكثر فريق فاز في هذه البطولة. نعم. فلذلك بطولة يعني مبارتين بقيمة بطولة. لذلك شباب الأهلي بما يمتلكه من لعيبة ومن أجانب محتاج شوية رتوش، محتاج وقت، محتاج شوية تغييرات، وراح يعود شباب بسلطان الأهلي. بسلطان البارحة لما كنا نتكلم قلنا أنك كابتن مهدي كابتن بخيت حتى كنا نتكلم قلنا كابتن مهدي كيف بيستغل الأوراق الموجودة عنده في المباراة هاي. يعني شفنا مباراة الفجيرة وقلنا مباراة الفجيرة ما كان عنده وقت عامل وقت أن يتعامل كثير مع المباراة الأولى والمباراة هذه. اليوم إحنا شفنا هناك نوع من التحسن في الأداء، يعني نوع من التحسن. ما نقدر اليوم نقول أنه تحسن أداء ولا حتى المركز الموجود في الأهلي. اليوم الأهلي موجود في المركز التاسع في الدوري، هل هذا مكان يليق بواحد قبل يعني أو فريق قبل شهرين كان مرشح على الصدارة، كان مرشح على المنافسة؟ يعني كم إحنا من الدوري بدأ عندنا في شهر 10، نعم، وإحنا اليوم في شهر 12، يعني خلال شهرين. قبل شهرين كان أكثر فريق مرشح أن يحرز بطولة الدوري قياسا على الموسم الماضي. اليوم بعد شهرين من بداية الدوري الفريق في المركز التاسع متخلف مثل ما قال كابتن جمال يعني ب 14 نقطة عن المتصدر. هذا الموقع مو موقع هذا الفريق، مو موقع هذا الفريق قياسا بالإمكانيات الموجودة بالأسماء الموجودة، لكن هناك في أمور باينة، يعني في سوء في عملية اختيار اللاعبين الأجانب. حتى اللاعبين الأجانب اللي مختارينهم مراكزهم وبه المراكز للفريق يبحث عنه، فريق من رحيل ريبيرو ما في صانع ألعاب مثلا، في خط الدفاع محتاج تدعيم بشكل أفضل عن يعني للمستقبل للقادم الأيام. فبالتالي اليوم يوم كابتن مهدي يا وسط مشاكل موجودة في الفريق، هو ما له ذنب فيها، موجودة هاي المشاكل فيه وعنده أوراق موجودة بخليفة. كيف يستخدمها؟ السؤال بالنسبة للموضوع لا هذا لا عفوا أبو ثاني، ولما طرح أبو ثاني اسم محمد جمعة بيليه كورقة، وفعلا ورقة 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 رابحة ورقة رابحة مثل 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 محمد جمعة. نعتقد موجودين لاعبين آخرين موجودين في الفريق في شباب الأهلي في أعتقد أن موجودين يعني خلال الأيام القادمة من الأيام ومع كابتن مهدي. يعني شوف يعني ليش احنا الامس يوم تسالتني هل كابتن مهدي هو الافضل، لما قلت لك انه هو لانه هو موجود مطلع شايف عارف اوضاع الفريق واوضاع الفرق الموجوده في الدوري الكامل الثاني، يعني فبالتالي تعامله وانسجامه مع الفريق بيكون اسرع عن مدرب ثاني بيجي في المستقبل. جميل. فاليوم الشكل اللي يعني فاز الاهلي اليوم بس مو هو الشكل اللي المرضي. مباراة بنياس القادمة اختبار حقيقي واختبار قوي للفريق، بتكون في الدوري نعم في الدوري. المباراة القادمة بعد 4 أيام بتكون اختبار يعني لتحسن الفريق وتطور في الدوري بيقابله كذلك في الكاس. في الكاس ما تحدد موعده اعتقد ما تحدد لكن الموعد ولا الملعب. نعم لا صحيح، لكن لا ان في مباريات قادمه في الدوري، يمكن 3 مباريات قادمه في الدوري قبل ما نلعب الكاس. فالمباريات هذه او مباراه بنياس القادمه يعني اليوم خرجوا من
من مأزق عدم يعني عدم أبو خليفة. نعم. النصر. النصر. والنصر. أبو خليفة أنا في رأيي الشخصي سامحوني بس نقطتين محتاجين حاليا النادي شباب الأهلي. في رأيي الشخصي يمكن أنسى شيء ثاني. شو هي؟ أولا التعامل مع اللعيبة على مستوى العطاء وليس الأسماء الموجودين. هذا لما أتكلم الخيارات الموجودة. لا حاليا في المرحلة القادمة. الخيار الثاني أجانب في المرحلة القادمة عندك فرصة. أجانب فعالين أفضل ولأنك تلعب اللعيبة المواطنين. يمكن أنا كنت أبغي السؤال يمكن وجهت لأبو خليفة كنت أسألك أنت كنت تتكلم عن موضوع الأجانب. نعم. أحيانا يمكن المدرب اللي موجود كان من المراحل السنية نسيت اسمه اللي أقيل. سكورزا. زاراغوزا. بالنسبة للمدرب هذا جايبين المراحل السنية منو جايب الأجانب هو لا الإدارة صح. بس لا بس ما عليه هل هو غير موافق كان يعني على التدابة؟ لا هو ما انتدب حد هو جاي موجودين أجانب أنا كإدارة يبدأ هو بدأ الموسم خلكمل نعم بدأ الموسم قبل بداية الموسم كان معه بدأ الموسم ما يخالف وين بدأ الموسم هذا طبعا عمرك اللي موجود طبعا كإدارة أنا جبت لعيبة أجانب على مستوى مثلا عالي دفعت فيهم مبالغ معينة يستوي إنه عقب يفرض هالأجنبي يلعب ينفرض أنا جايب لنا أساس يلعب فينفرض من قبل الإدارة على المدرب سواء لكن الحين وجود الكابتن مهدي أعتقد ما بيوافق على الموضوع هذا هل انفرض عليه المدرب السابق مليون بالمئة مخيت نحن مليون بالمئة بوثاني ما علي بوثاني بعد سامحني إذا أنت مدرب ينفرض عليك إن لاعب يلعب أنت مش مدرب هذا موجود هذا موجود ما عليه موجودة ولا غيره بس أنت مش مدرب توضيح يعني أنا لما تكلمت أنا تكلمت عن المنطق اللي المفروض يصير ما دام المدرب كان موجود من بداية فترة الإعداد على الأقل إذا هو ما اختار اللعيبة معينين لأن غالباً نحن كإدارات نرفض إنه يختار لاعب معين مكان معين لأن فيها نعرف شو الأمور اللي فيها بس بخيت نحن نقول على الأقل يؤخذ راية يعني أنا كمدرب اليوم يجيني لاعب يسجلونه وأنا ما أعطي قرار إنه هو ممكن يناسبني أو ما يناسبني فأنا شوف أيام أروى برينا ليوناردو اللي في الوحدة اختاره انا ما لا انا كلا خلا كمل لا ما نعرف انه اللي اختاره بوثاني انت احنا ما نعرف هو اللي اختاره ولا غيره بس ما نقدر نجزم نقول المدرب ما اختار صح يعني نفس الوقت اقصد ما تقدر تجزم لذلك تصير هالمشاكل هاي المشكله جميل عشان نطوي هذه الصفحه شباب الاهلي والامارات نبارك للامارات عفوا لشباب الاهلي وحظ اوفر لفريق الامارات اذا البطاقه الاخيره لدور نصف النهائي لكاس رئيس الدوله خرجت من استاد ال مكتوم بعد لقاء مثير جمع العميد بالبركان وانتهى بتفوق كورنوسلاف وأبناها على كتيبة أيمن الرمادي هي مواجهة آخر بطاقة الدور نصف النهائي مسرحها كان ملعب آل مكتوم في دبي النصر بعامل الأرض أمام عجمان العنيد رغم ظروفه الصعبة في هذا الموسم هي مباراة خاصة بين من انتقد أداء البركان في لقاء الدوري هذا الرجل كرونوسلاف وأيمن الرمادي الذي بدوره لم تعجبه كلمات الكرواتي لتكون محطة هذا الدور بمثابة الرد لكل مدرب التهديد الفعلي الأول جاء بعد تمريرة جميلة من ضياء نحو ريان مينديز لكن علي الحوسني سبق نجم الرأس الأخضر الذي تسبب في مخالفة نال على إثرها البطاقة الصفراء العميد حاول مجددا تمريرات من العمق والحوسني يقف سدا منيعا من جديد أمام هجوم أصحاب الأرض ويؤكد أرقامه المتميزة على مستوى الدوري والتي وضعته ليكون الحارس الأكثر تصديا للمحاولات والشوط الأول انتهى كما انطلق على مستوى النتيجة المشهد الثاني ابتسمت دقائق البداية فيه للعميد بعد مجهود فردي للرقم 9 ضياء الذي توغل وسدد وانتهت كرته في شباك البركان معلنا تقدم النصر بالنتيجة تقدم العميد واجهه بطاقة حمراء لصالح عجمان وضحيتها محمود خميس الأمل عاد مجددا للبركان الذي لم يحسن استغلال النقص العددي لخصمه وهو الذي ذاق من نفس الكأس بعد طرد محمد إسماعيل 10 لاعبين أمام 10 لكن عندما تمتلك لاعبا بجودة مينديز فأنت ضمنيا متفوق وهو ما أثبته الجناح الطائر بمجهود فردي انتهى أمام تيجالي الذي سجل الثاني وأراح كرونوسلاف النصر آخر المتأهلين إلى مربع الكبار في مواجهة كلاسيكية أمام الشارقة الذي كان قد تفوق على العميد في مواجهة الدوري فكيف يكون لقاء الكأس؟ We'll be right back.
إذن نبارك لفريق النصر وحظ أوفر كذلك لفريق عجمان. أبو خالد، يعني هي مواجهة مكررة بين كذلك كورنوسلاف والرمادي، لكن الجميل كذلك من هذا كله رغم الفوز والخسارة أنه ما في تصريحات مثيرة من قبل المدربين بعد المباراة. الحمد لله رب العالمين. نحن هدفنا كله نحن نلعب كرة قدم، مو بهدفنا ما بعد المباراة، هدفنا 90 دقيقة يوم صفر الحكم لغايه ما تنتهي. الناس كلها تبغى تطالع، تبغى تستمتع، المتعه في الملعب مو بخارج الملعب. لذلك كره القدم في الملاعب وليس في المكاتب. انا اقول عن مباراه النصر وعجمان، طبعا مبارك لفريق النصر فوز، يعني ممكن على الورق مثل ما نقول دائما انه كان متوقع بحكم الفروقات الكبيره بين الفريقين، الترتيب الجدول، النتائج، مستوى اللعيبه المواطنين الاجانب، المستوى الفني، لكن اليوم عجمان فرض سيناريوهين على المباراه وانقسموا على شوطين. الشوط الأول فرض عجمان على النصر أنه يكون سيء بطريقة اللعب، أنه لعب بالضغط العالي في كل مكان في الملعب، ضغط عالي وأبعاد فريق النصر عن مناطق الخطورة، وأثناء التراجع كان الفريق يتراجع بشكل كامل، ساعدت اللياقة البدنية بشكل متميز. الشوط الثاني عجمان فرض على النصر أنه يكون أفضل عنه بالتراجع، والسبب في ذلك الهدف المبكر اللي تسجل في الشوط الثاني بمهارة السبع ضياء. على فكرة وعلى موضوع ضياء السبع، دخل تحت ضغط عدم التسجيل، ولاحظنا عنده نوع من الفردية في اللعب قد تصل لمرحلة الأنانية. يعني في كرة مثلا كان ممكن يمررها حق تيغالي أو يمررها حق لاعب آخر يحاول أنه يسدد، ولكن اللاعب يمتلك الموهبة ويمتلك أيضا قوة التسديد ودقة التسديد، لذلك سجل هدف متميز بمجهود فردي في لحظة وفي غفلة من دفاع عجمان. اللحظات هذه بسلطان اللي هي شفنا هدف شباب الأهلي في الدقائق الأخيرة في الشوط الأول، وشفنا هدف النصر في بداية الشوط الثاني، هذه هي لحظات التسجيل. عدم تركيز، الدخول في الشوط الثاني بعض البرود، لذلك سجل النصر. الهدف الثاني اللي سجله تيغالي، وبالمناسبة تيغالي يبحث عن مثل هذه الفرص. تيغالي يمكن فقد الكثير من موهبة التهديفية اللي كان فيها عليها في نادي الوحدة. اليوم تيغالي في مثل هذه الفرص عطى، وبعدين تيغالي يعني يكمل الباجي، لكن انك تنتظر منه انه هو يسجل الاهداف الاولى بمجهود فردي وبمهاره كذا كذا، هاي يعني نقص فيها شويه. اليوم لو نتحدث عن فريق النصر، النصر يعني بثقه الفريق وافضليه النصر قبل المباراه لعب الشوط بالصبر، رغم ان عجمان كان الافضل في الشوط الاول من ناحيه الوصول للمرمى ومن ناحيه خلق الفرص. النصر في الشوط الاول ما كانت عنده فرصه باستثناء فرصه الضياء اللي كانت في الدقيقه 43 في الشوط الاول. لكن اليوم ما يكفي انك انت في مباراه الكاس انك انت مثلا تسيطر وتوصل، لازم تسجل. اذا ما سجلت تسجل عليك، وعجمان من ناحيه التهديفيه عندك رقم ضعيف حتى في الدوري. ولكن عجمان وأسوة بالفرق اللي تكلمنا عنها أمس دائما يلعب شوط ويترك شوط. عجمان في الشوط الأول أو في مباراة الكاس ظهر مستوى متميز حقيقة. يعني اليوم عجمان لما طلع، لما نرجع للمسميات أنديتنا، في مشوار الكاس لعب مع الزعيم واليوم يلعب مع العميد. الزعيم مسمى الزعيم لأنه أفضل وأكثر فريق حقق بطولات واستطاع أن يتفوق ويفوز على العين. اليوم لعب مع أقدم نادي في كرة الإمارات اللي هو فريق النصر، وبإمكانيات النصر هذه السنة واستعداد أن النصر السنة ما يبغى يطلع إلا ببطولة. ولكن هناك أيضا يعني عجمان اليوم كان يستجدي التاريخ، أنه كانت في مباراة نهائية في 384 بين عجمان والنصر، يمكن كانت في ظروف متشابهة أن عجمان كان من الفرق اللي تحت والنصر كان في الطليعة، وفاز عجمان يومها بالكاس، لذلك كان يمني النفس اليوم. لكن بتحدث عن يعني طالما نحن ما نتكلم فني، الجماعة في الاستوديو يتكلمون فني، خلينا نتكلم عن حالة يعني نستفيد منها نحن كمشاهدين وأيضا كلاعبة. أتكلم عن الإنذارات. اليوم كان في نقطة تحول كان ممكن تصير له دقيقة 66 اللي انطرد فيها محمود خميس. حالة الطرد هذه كان ممكن، صحيح أنه في هدف، كان ممكن ان عجمان بتكثيف بتغيير طريقه اللعب باللعب على الارض انه ياخذ المساحات اكثر بالنسبه له، وتكون في ارتياحيه انك ممكن مجرد هدف ترجع للمباراه. انطرد محمود خميس ليش؟ هاي لمسه اليد او الكوع هذه ما لها اي داعي. انت كمدافع بالذات لابد انك تحط لك خط رجعه، لازم تكون عندك نظافه من الانذار عشان تاخذ حريتك. انت متى تاخذ الانذار؟ في حاله مضطر انك تاخذ فيها انذار للدفاع عن فريقك، لافساد هجمه. لكن بهذه الطريقه ان في كل مباراه نحن نشوف اما كوع او لمسه في الوجه، اخذ انذار ومن بعده اخذ انذار الثاني وطرد. في المقابل اللاعب اللي كان يتناوش معه طول المباراه بحكم انه ظهير ايمن ظهير ايسر، محمد اسماعيل، نفس الشيء في نفس الحاله اخذ انذار انتقام من محمود اللي اخذ عليها كرت قبل، اخذ فيها انذار
ما له داعي. في الحالة الثانية اللي دخل فيها تاكلين قوي مع طارق انطرد في اللحظة اللي كان فريقه محتاج لكامل العدد، لأن مباراة الكؤوس 90 دقيقة ومع 3-4 دقائق اللي ضف حكم المباراة ممكن أفضليتك أنت كزيادة عدد ممكن توصل. لكن نقول اليوم فريق عجمان قدم نفسه بشكل جيد، وعجمان مثل ما قلنا تحت الهواء مع الإخوان، عجمان دائما في بطولة الكاس بقميص وبطولة الدوري بقميص آخر. جميل. بثاني عجمان والنصر. ما تكلم أول شيء عن فريق عجمان، طبعا ما قصر أبو خالد تكلم عن فريق عجمان باستفاضة. طبعا بالنسبة للشوط الأول وحداثه أنا أتكلم من مستوى الطرد محمود خميس. يعني أنا كنت أتمنى أن التغييرات اللي أجراها السيد أيمن الرمادي بالنسبة لدخول الله يذكره بالخير رقم 7 دخل منه عندي ما علي بسامحني انا ما مش معك مع المعد كنت تقصد مو مشكله فالتغيير هذا التغييرات تقصد الهجوميه كان المفروض ان تكون بدري شوي من بعد ما انطرد محمود خميس 66 دقيقه 66 على اساس ان اكثف الضغط على فريق النصر واحاول اني ارجع للمباراه. لكن مثل ما تفضل ابو خالد فريق النصر لعب بتماسك اكثر، فريق النصر لعب بامكانيات الموجودين اللي هو طبعا عندك مانديز كان صراحه يمكن دقيقه لقيناه بدقيقه 83 84 العزيمه والكاريزما مال اللاعب انه ياخذ الكره ويقطع الكره ويمر لدوزي ويلعب باص حق تيغالي ويجي الهدف الثاني. فبالتالي طبعا هذه اللعيبه عملوا الفارق انهم أكدوا الفوز، لأن فريق عجمان كان يحاول أن يسعى أن يرجع للمباراة، ولكن بالهدف الثاني أعتقد قضوا على أمال فريق عيمان، وهذا هو المتوقع أصلاً بشكل عام. إحنا قبل المباراة عرفنا أن المباراة سائرة لفريق النصر بحسب المعطيات في الدوري والإمكانيات الشاسعة بينه وبين فريق عيمان، ولكن فريق عيمان اتطور من ناحية الدفاعية، اتطور من ناحية طبعاً تماسك الفريق. شخصية الفريق ردت مرة ثانية. أتمنى يعني أنتوا لاحظ فريق عيمان من مباراة العين في الكاس ومباراة العين في الدوري اللي تعادل فيها، في مباراة العين في الكاس طبعا أخرج العين، ومباراة العين في الدوري بعدها تعادل مع الفريق العين، بدأ الفريق يتحسن من النواحي الدفاعية. لأن السقطة اللي جت أمام فريق خرفكان اللي يمتلك في أسوأ مباريات ولكن بعد كان يعني النتيجة 2-1. نعم. فبالتالي فريق عجمان أعتقد أن المرحلة أو المراحل اللي جاية بتكون له كلمة إذا ما تماسك الفريق وإذا يعني ما نسى النتائج هذه السلبية وخاصة نتيجة مباراة اليوم. أتمنى التوفيق الفترة الجاية، نقول مبروك فريق النصر التأهل والفوز، وهارد لك فريق عجمان. يستاهل النصر الفوز وحظ أوفر بإذن الله لفريق عجمان. إذن نذهب لنتابع كذلك اللقاءات ما بعد المباراة. مربع الذهب لأغلى البطولات أضلاعه اكتملت بعد مواجهة مثيرة شهدناها في الدور ربع النهائي. الشارقة أول المتأهلين عبر الضفرة الأخيرة، نتيجة جاءت مفاجئة. نحن دائما في مباراة كبيرة نقدم هذا يعني يكون متميز، لكن ما نعرف شو يصير، ما نعرف نسير يعني في الشوط الثاني. لكن الحمد لله عجمان قادم إن شاء الله، لا خوف على مستقبل عجمان إن شاء الله. المباراة الجاية بتشوف عجمان بيرجع أقوى وأقوى إن شاء الله. والله حتى حين لو ولا واحد يعرف يعني كنا نأدي ونلعب مباراة كبيرة، الكل يشوف يعني نادي عجمان يقارع الكبار، لكن المشكلة يبقى ما نعرف شو المشكلة. الخسارة لازم نراجع حساباتنا وإن شاء الله نأدي بشكل جيد. والله ما أعرف، والله ما ينقصنا بس التسجيل، مو متوافقين، لكن إن شاء الله في المباراة اللي هي بتشوف عجمان يعني إن شاء الله قادم بقوة، إن شاء الله بنواعد جمهور عجمان إن شاء الله بنرجع بأقوى شكل إن شاء الله. والله احنا النهارده الشوط الاولاني كنا افضل بكتير وكنا احسن، لكن للاسف الشديد خطا اقل ما يقال عنه ان هو خطا سخيف جدا جدا كلفنا هدف. الكره كانت في رجلينا وبسبب وطبعا اخطانا خطا كبير جدا. انا بقول اخطانا يعني الفريق كله اخطا، لان الكره كانت معانا كان من السهل ان احنا نستحوذ عليها بصوره افضل. احرز هدف، الهدف ده يمكن بوظ المباراه، لان احنا فعلا في الوقت اللي احنا كنا لازم احنا اللي نهدف فيه لقينا نفسنا بنستقبل هدف. ف
فعشان كده بالعكس انا راضي كل الرضا عن الاداء، لكن مش راضي طبعا عن النتيجه ومش راضي عن وضع الفريق، محتاجين ان احنا نعدل بصوره كبيره ان شاء الله. كابتن سؤال اخير، سوء الفهم اللي كان حاصل بينك وبين الكابتن مدرب النصر؟ بالعكس يعني هو الحقيقه قبل المباراه جالي وقال لي ان انا يعني ما كنتش لا اقصدك ولا اقصد نادي عجمان، والموضوع تقريبا انتهى. يعني الراجل انا بحترمه جدا وبحترم نادي النصر، ومن ادبيات المهنه ان احنا حتى لو هو الراجل حتى قال انا ما اقصدكمش خلاص يعني الموضوع انتهى، يعني ما فيهوش حاجه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على النتيجة. اليوم كانت مباراة يعني أنا ما بقول سهلة، كانت الحمد لله. فريق عمان فريق كبير وفريق عنده لعيبة جدا ممتازين، ولو شفت في الشوط الأولي تقريبا يعني كانوا معظم الأوقات كانوا متسيدين اللعب، ولكن الحمد لله رب العالمين ماشينا نحن المباراة وخذنا النتيجة اللي نحن نبغيها في الشوط الثاني وخذنا 3 نقاط وتهنا الدور الأربعة. الدوري طويل بغض النظر عن المركز اللي احنا فيه، ولكن احنا يعني المباريات اللي لعبها الفريق يعني ما في فريق بيلعب كل المباريات فيها فوز الا فيها بعض يعني مثل ما تقول انخفاض في المستوى في بعض الاحيان ارتفاع في المستوى، ولكن الحمد لله راضين على الفريق وراضين على المركز اللي احنا فيه، وان شاء الله احنا بنواصل على الاداء. إذن نعود إليكم من جديد كذلك مشاهدينا الكرام. أبو خليفة، قبل لا أتكلم عن النصر وعجمان، أنا يعني شدني لقاء الكابتن أيمن الرمادي عن سوء الفهم اللي كان حاصل بينه وبين مدرب النصر، لكن قال كلمة جميلة يمكن أن قبل بداية المباراة يعني المدرب وبالعكس ووضح لي بعض النقاط، وهذا اللي نحن يعني نحتاجها في 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 كرة القدم. وأنا أحيي مدرب النصر على يعني وصوله كذلك للكابتن أيمن الرمادي وتوضيح بعض النقاط. هذا شيء جيد يعني صراحة، يمكن احنا ما شفناه وهذا حصل يعني خلينا نقول في الغرف أو حصل بعيد عن الكاميرات، واحنا كنا نتابع المباراة ما شفنا شيء، لكنها شيء جيد. اليوم احنا المدربين بمثابة معلمين. وننتظر منهم كل يعني الأمور الطيبة وكل الأمور اللي تنعكس فنيا وحتى اخلاقيا على فرقهم. لا تنسى ان المدربين الموجودين عندنا في دوري المحترفين كلهم عندهم خبرات متراكمه من تجارب سابقه، من تعامل مع لاعبين، من امور كذا. واللاعبين دائما كل لاعب ينظر الى المدرب يعني الى مدربه يعني ويستفيد منه ويستقي منه خبرات جديده. وعلى هالاساس لما تشوف بعض اللاعبين يتكلم عن نفسه يقول لك انا مريت على مدربين كبار، انا مريت على مدربين استفدت منهم، المدرب الفلاني اثر في مسيرتي، المدرب الفلاني في لدرجه ان بعض المدربين يعني ينقل اللاعب من الهجوم ويحطه في الدفاع او بالعكس من الدفاع يحطه في الهجوم، واللاعب يكمل حياته على حسب ما المدرب كانت له نظره في يتأسس بشكل وبعدين اكمل مسيرته بشكل اخر. وشيء هذا يعني مثل ما احنا تكلمنا عن مدرب النصر وانتقدنا، اذا كان هذا الشيء حصل منه احنا نشيد به ونتمنى ان يعني ان تكون هاي يعني بدايه مرحله. وهذا شيء ايجابي ابو خالد توقع مدرب النصر، لان مدرب النصر كان ابو خالد عتبان عليه. انا 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 عتبان عليه وايد. شوف ابو سلطان، نحن هني مراه عاكسه حق المشاهدين، اللي نشوفه نقول حق المشاهد سواء السلب او الايجاب. اليوم لما يتكلم ابو خليفه عن المدرب انا اعيده في هذا الموضوع، نحن سواء مدرب النصر او اي مدرب بالعكس نحن تكلمنا عليه في موقف سلبي، اليوم نتكلم موقف ايجابي، بالعكس يشكر على هذا الموقف. وفي نفس الوقت نقول هذه هي الروح الرياضيه، كره القدم اساسا مبداها الروح الرياضيه، لذلك يعني مبادره يشكر عليها مدرب النصر السيد كورنسلاف، ونتمنى له ان شاء الله التوفيق ونبارك له الفوز اليوم على فريق عجمان في هذه المباراه. تفضل ابو خليفه كمل. انا ابغى اتكلم شوي عن المباراه. يعني مباراة اليوم، مباراة أتكلم عن النصر الأول، مباراة اليوم ما تقدر تفصلها عن مباراة النصر والعين واللي حصل، تبعات مباراة النصر والعين. مباراة النصر والعين اللي النصر خسرها ويعني انعكاساتها اليوم كانت موجودة في المباراة، وشفناها هذا الشيء على تأثير على فريق النصر في الشوط الأول. لأول مرة النصر يبدأ بلاعب تيجالي يكون في الاحتياط ويبدأ بلاعب مقيم تقريبا برازيلي خيسوس اسمه، وضح عدم تفاهمه مع اللاعبين الموجودين، مع ضياء، مع منديز، مع كواس بالذات، مع كواس وهذا الشيء اثر على الشكل الهجومي عند النصر. وطبعا مع خبره فارق الخبره ما بين
تيغالي وبين اللاعب اللي لعب مكانه، وكنا شفنا يعني خلينا نقول هجوم النصر ما مو بهذاك الشكل اللي متعودين نشوفه في المباريات. حتى المباراه اللي خسرها النصر امام العين، النصر اضاع كثير من الفرص، لان كان هجوم النصر ممكن يسجل في اي دقيقه، وكان ممكن يسجل اهداف، يعني يمكن النتيجه انتهت 2-1، لكن كان ممكن النصر يسجل اكثر عن، يعني يمكن الهدف ياب بالنيران صديقه للنصر للعين، لكن كان النصر في وضع هجومي افضل. الشكل الهجومي، خلينا اقول العمق الهجومي للنصر تعدل من بعد ما رجع ونزل تيغالي في الفريق، وشفنا النصر بشكل مختلف، وشفنا تفاهمه مع اللاعبين اللي متعودين على وجوده. صحيح ان تيغالي ما يسجل، صار لفتره ما يسجل او يعني مقل في التسجيل، لكن كان يساعد الاخرين وفي اي وقت ممكن ينهي المباراه، لكن بخبرته بتمركزه، يمكن الاخوان تكلموا عن تمركزه في الشوط في الهدف الثاني واستلام الكره وسجل من الهدف، هذا تيغالي، هذه خبره تيغالي، وهذا وجود تيغالي. فالنصر في الشوط الاول بالشكل، يعني الشكل الهجومي للنصر ما كان مقبول، يمكن كان ضياء يحاول ان يبحث عن حد يمرر الكره، ويمكن مرر كره ضياء الى مانديز انفرد فيها، يعني احتك مع الحارس واخذ فيها كارت اصفر، كان ضياء يبحث عن من سيمر الكره، ما كان اللاعب الموجود هذا بالشكل هذا. عجمان في نفس الوقت انا استغرب من عجمان، يعني عجمان فريق محير غريب ما بين مستواه في الدوري وما بين مستواه في كاس رئيس الدوله. اتمنى ان مباريات كاس رئيس الدوله تكون اكثر عشان عجمان يطلع بالشكل هذا. نعم. عجمان شفناه في مباراتين امام فريقين كبار، في يعني ما شفناه بالشكل هذا امام فرق اقل منهم في الدوري. في الدوري نفس اللاعبين، نفس المدرب، نفس، لكن بس هنا يلعب بشكل اخر، مثل ما قال الاخوان في الثوبين او الفانيلتين او كذا، ان يلعبهم. فعجمان لعب الشوط الاول بشكل يعني اكثر من رائع، وعجمان خسر الشوط الاول، النصر فاز الشوط الثاني. عجمان ما خسر من الشوط الثاني، عجمان خسر من الشوط الاول اللي ما سجل فيه. نعم. كان لو كان سجل في الشوط الاول مثل ما حصل في مباراه العين، سجل في الشوط الاول واستطاع انه يفوز بالمباراه. النصر لما رجع في الشوط الثاني ورجع له، خلينا نقول المايكا، الشكل الهجومي اللي كان يعني يظهر به في المباريات الثانيه، استطاع انه يسير المباراه، وخاصه بعد ما سجل الهدف. بعد النصر كان يبحث عن هدف، مثل ما الاهلي بحث عن هدف وسجله. جميل. الهدف اللي سجله ضياء، رغم ان يعني صدت الكره بتغير اتجاهها من مدافع وسجل، يعني وصلت الجول، بس المهم انها دخلت الجول. هنا النصر سير المباراه بشكله. جميل. وعلى هالاساس لما صار الطرد، النصر كان في حاله جيده فنيا، ما كان في حاله الشوط الاول. لو كان في حاله الشوط الاول كانت ممكن الطرد هذا يأثر على سير المباراه وعلى نتيجتها، لكن رغم هذا تماسك النصر وظل واستطاع ان يسجل الهدف الثاني وحافظ عليها. وبعدين اقول لك يا هاي هي مباريات الكؤوس، في المباراتين مباراه الاهلي ومباراه النصر تبحث عن الفوز، ما تبحث عن شيء اخر، عن الاداء، وهذا اللي فعلا نحن نشوفه. اذا مربع الذهب يشهد تواجد فرق سبق لها ان توجت باللقب، وهي التي تدخل مباريات الدور نصف النهائي بذات الهدف، وهو التتويج بلقب هذه النسخه. مربع الذهب لأغلى البطولات أضلاعه اكتملت بعد مواجهات مثيرة شهدناها في الدور ربع النهائي. الشارقة أول المتأهلين عبر من بوابة الظفرة، الخصم المتمرس في هذه البطولة بالسنوات الأخيرة. نتيجة جاءت مفاجئة نوعا ما، قوامها رباعية دون رد، شهدت تألق كبير للثلاثي الهجومي للفريق على رأسهم إيغور كورنادو الذي وقع على هدفين بطريقة أكدت على أنه النجم الأوحد، ولا سبيل إلا الصبر عليه وإعطائه الثقة حتى في أسوأ حالاته. الملك بعد خطفه البطاقة الأولى للدور نصف النهائي سيلتقي نادي النصر الذي توج بآخر ألقابه في البطولة عام 2015، ويسعى للوصول إلى اللقب الخامس له، لكن يبقى حافز فريق الإمارات الباسمة بمعادلة عدد تتويجات نادي شباب الأهلي للإثبات من هو الملك الفعلي على مستوى بطولة كانت محببة ومطلوبة بالنسبة لكل الفرق مع بداية كل موسم.
على الجبهة الأخرى نجد منياس الفريق الذي يمر بأفضل أحواله هذا الموسم على مستوى بطولتي الدوري والكأس، ففي الأولى حقق 3 انتصارات متتالية، آخرها وقع فيها على الخسارة الأولى للمتصدر وحامل اللقب بهدف الورقة الرابحة أبو ناموس الذي كرر فعلته وأخذ دور المنقذ لإيسيلا في مواجهة الدور ربع النهائي أمام الوصل. السماوي يعي جيدا أن الوصول إلى المربع الذهبي يضعه على بعد مواجهتين من الوصول إلى المشهد النهائي، ولما لا التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخ الفريق، لكن قبل ذلك عليه العبور من أمام خصم صعب وهو الذي تأهل من مواجهة كبير دور الأولى نادي الإمارات. الفرسان حامل الرقم القياسي بعدد التتويجات بالكأس في 9 مناسبات، يسعى للوصول للقب العاشر والابتعاد عن الشارقة بواقع لقبين. إذن مربع الذهب يشغله 4 فرق عينها على التتويج بلقب أغلى البطولات في نسخة استثنائية شهدت تعديلات عدة وأصبحت مواجهتها ذو حدين، مباريات أقل للوصول إلى الهدف المطلوب، لكن بذات الوقت لا يوجد هامش للتعويض بعد انقضاء دقائق المباراة سواء حسمت خلال 90 دقيقة أو الأشواط الإضافية أو حتى من نقطة الجزاء. إذن مشاهدينا الكرام نعود إليكم من جديد. أبو خليفة أرجع لك، لكن قبل لا أتكلم عن المباريات القادمة، خبر كذلك للجنة الحكام في اتحاد الكرة ترفع مذكرة لمجلس إدارة اتحاد الكرة بإلغاء هيئة الاعتراض على قرارات الحكام فيما يختص بالبطاقات الحمراء بعد اللغط المثار في الشارع الرياضي. تعليقك. طبعا هتفاجئنا أن مثلا حالة مثل حالة ليما أنه ما يمكن الاعتراض عليها او استئناف الكرت الاحمر والغاء، لانها بطولات الاتحاد وليست بطولات الرابطه. اللي نعرف احنا اللجان الموجوده اليوم في الاتحاد سواء لجان قضائيه او لجان كذا حتى لجان الحكام وكذا انها تعمل في الاتجاهين، سواء البطولات تحت مظله الاتحاد او تحت بطوله او تحت الرابطه. بالتالي اليوم الشيء المستغرب منه ان هاي هيئه الاعتراض انها ما تتبع منظومه كره القدم كلها، يعني مختصة بس في جزئية مسابقات الرابطة، في وقت اللي في مثل لجنة الانضباط مختصة بكل المسابقات حتى المراحل السنية. يعني الحين وجودها لابد أن يكون كذلك هذه الهيئة لكل المسابقات ولا؟ نعم بالضبط. اليوم أنت اللي حتى لو حصلت هاي الحالة في المراحل السنية أو خلنا نقول يعني في المسابقات اللي تنظمها لجنة المسابقات وحصلت هاي حالات الكرة الحمر إذا كان الحكم أخطأ، هل لا يمكن الاستئناف على الكرت الأحمر هذا؟ طبعا هذا شيء يعني بس في المراحل السنية أنت كيف ممكن ترجع تتأكد من البطاقة؟ أنا أقولك لا، خلنا نفترض يعني لو كانت هذه المباراة مسجلة، مباراة منقولة، مباراة يعني أنك تتقدمها أنا أتقدم فيها، لكن اليوم أنك أنت بس لجنة بس تختص في مسابقات لجهة معينة وباقي المسابقات مو مختصة بها. اليوم ليما بينفذ في لأن فريقه طلع من الكاس بينفذ في الدوري بينفذ عقوبته في الدوري، بالتالي يعني اليوم هناك يعني مع أن البطاقة الحمراء في الكاس تترحل تترحل للدوري. نعم. تترحل لأن فريقه خرج، تترحل البطولة العقبة الدوري لا الكاس لا إذا كان فريق مستمر طبعا في الكاس بس إذا كان حالة مثل حالة ليما فالوصل خرج من الكاس معناته في ارتباط بالضبط. هذا نقول احنا هذا اليوم انت بتنفذ لنا ليش اخذ السلب ما اخذ الايجاب؟ لا انا مستغرب من المشرع اللي لما اوجد هذه اللجنه وحطها في النظام الاساسي وحطها في منظومه كره القدم الامارات انه خصها بس بمسابقات معينه في الوقت. اليوم انت اليوم احنا شفنا او يعني دور ال 16 في كاس رئيس الدوله عباره عن 14 نادي من دوري المحترفين واثنين من الدرجه الاولى. اثنين من الدرجه الاولى اليوم الامارات وصل للمرحله الثانيه، لكن السنه الماضيه اللي قبلها كانوا يخرجون من يعني الفرق الدرجه تخرج من دور 16 وكان تبقى في دور 8 كله عباره عن 8 فرق من دوري المحترفين. نعم. اليوم ما يعني هل هذه الفرق تطبق على فرق المحترفين نظامين؟ جميل، ما يصير، لابد ان نظام واحد، يعني مثل ارجع اقول لك مثل لجنه الانضباط
لان لجنه الانضباط تنظر في جميع المخالفات في كل المسابقات بما فيها المراحل السنيه. ما وجدنا لجنتين انضباط، واحده للمسابقات الاتحاد المسابقه والثانيه للمسابقه اخرى في في في, في دوري واحد ورياضه واحده. ابو ثاني المباريات القادمه بنياس وشباب الاهلي والنصر كذلك والشارقه، بالاضافه كذلك الى خبر تجديد عقد محمد جمعه بيليط كذلك لثلاث مواسم، هذا كذلك اللي انتم ممكن الخبر اللي يفرحكم بحيث ان اللاعب يعطي ولابد انه كذلك يتواجد مع النادي او اي نادي اخر، لكن يستحق التجديد. انا برد للنقطه اللي تكلم فيها ابو خليفه قبل ان ندش المواضيع هاي بشكل سريع. بس اول شيء اذا اللجنه هاي مقامه على اساس ترد الحقوق كيف تلغيها؟ هاي علامة استفهام. يعني هاللجنة اللي ردت الحق بين قوسين حق بندر بعقب ما طردوه قالوا ان الطرد غير صحيح، انت لغيت على اي اساس؟ على اساس ان مسابقة ثانية انت ما تروم تبث فيها او تضم المسابقة عليها؟ يعني انت لغيت اللجنة على اي اساس؟ هاي النقطة، منو اللي اخذ القرار ان يلغي اللجنة؟ وبعدين لو ترد لا توصية، مش الغاء حتى الان، هاي توصية. توصية نعم. برد للموضوع الثاني، بندر خذ كرت احمر في المباراه، الفار موجود، الحكم موجود، على اي اساس انت تلغي الطرد؟ بعد هذا تساؤل ثاني، شو اللي شفته انت جديد؟ هذا تساؤل ثاني. لا اساس تجي مسوي لغط في اللي ساعد الحكم، اللي ساعد الحكم الفار. زين اذا الفار كذلك هو معاك انه يستحق الطرد، اذا ليش وكلهم حكام؟ وكلهم حكام والاكشن واضح، يعني اوكي بندر قاصد ولا مو قاصد، يوم تدخل تدخل يعني مثلا بطريقه انك ترفع ريلك يعني هذا طرد، ما يبالك كلام يعني. لكن على اي اساس انت رديت الحين ومثلا وشفت انها هي مش طرد؟ شو الـ شو الـ شو الاليه اللي اشتغلت عليها؟ هاي نقطه، على اساس تجي مستوي اللغط في الشارع الرياضي. نعم. نرد حق المباريات، خلم الحين بشكل سريع المباريات. طبعا بتكون مباراه بنياس ومباراه شباب الاهلي. مباراه بنياس شباب الاهلي بتكون طبعا المباراه صعبه للفريقين، لان الفريقين لو لاحظنا فريق بنياس لعب طريقه تحفظيه جدا امام الوصل، وكانت المباراه شويه ممله لان الفريقين ما كانوا يبغون يخسرون. نعم. وشباب الاهلي بالوضع اللي موجود السيد مهدي بالتغييرات او الاليه اللي بيلعب فيها، فبتكون بالنسبه له بعد مباراه صعبه، وبيواجه مباراه صعبه السيد مهدي لين ما يستقر مع فريق شباب الاهلي. جميل. بنروح مباراه النصر والشارجه. اعاده السيناريو، وعلى حسب التصريحات اللي تفضل فيها كروسلاف بالنسبه لفريق الشارجه ان فريق محظوظ وفاز عليه بالحظ، فاحنا نتريى هاي المباراه اساس نشوف الحظ الفريقين. هالفريقين منافسين على مستوى عالي، واحنا نتمنى نشوف مباراه طيبه على مستوى عالي في مباراه نصف النهائي. جميل. ابو خالد تفضل. مباراه شباب الاهلي وبنياس، شباب الاهلي وبنياس عندهم مباراه في الجوله القادمه، راح نشوف سيناريو، هل راح يكون هذا السيناريو مكرر في جوله الكاس اللي نحن للحين ما نعرف شو موعدها؟ لكن على الورق حاليا في الوضع الحالي منطقيا بنياس افضل، بحاله بنياس افضل من حاله شباب الاهلي من ناحيه معنويه ومن ناحيه نتاج. بنياس محقق 3 انتصارات في الدوري واخر انتصار في الكاس، 4 انتصارات متتاليه. الشباب الاهلي اليوم اول انتصار بعد 5 أو 6 جولات بالنسبه لهم، فلذلك مباراه منتظره ايضا، ولكن سيناريو المباراه القادمه اكيد راح يرسخ في اذهان المدربين. جميل. واكيد راح يكون في معالجه للاخطاء ان وجدت في المباراه القادمه. الشارجه والنصر مباراه منتظره مثل ما قال ابو ثاني، المباراه الشارجة والنصر اللي قدم فيها النصر الكثير حقيقة رغم الخسارة، لكن فريق الشارجة في صدارته للدوري وأحقيته في فوز على كل الفرق الكبيرة في بداية الموسم، فريق يعرف كيف يتعامل مع المباريات، بالإضافة للقوة اللي يتمتع فيها فريق النصر هذا الموسم بشخصية الفريق اللي يبحث عن لقب. النصر بعيد عن الألقاب الكبيرة ومنها الكاس ومنها الدوري، صحيح أنه أحرز بطولة كاس قبل 5 أو 4 سنوات تقريبا، لكن النصر السنة هذه على الأقل هذه بطولة المشوار القصير. أني أنا ممكن في هالمباراة أثبت أفضليتي اللي أنا تكلمت فيها بعد مباراة الشارجة، يتني فرصة مرة ثانية اليوم أني أنا أواجه فريق الشارجة، لذلك مباراة منتظرة جدا من الكل، وأتوقع أن تكون مباراة قوية جدا ونرى فيها بصمة مدربين، لأن المباراة السابقة أكيد كانت فيها أخطاء وعلى المدرب أن يصلح أخطاء في هذه المباراة. جميل. شكرا للكابتن جمال بهندي، شكرا للكابتن بخيت سعد، شكرا للكابتن أحمد خليفة حماد. إذن الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام وكذلك لحسن المتابعة، نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.